بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبارك وعظم، وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعي الاحسان الى يوم الدين علينا معهم في كل لمحه وانفسنا عرفنا مساوئ الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر لنا وبلغنا مما يرضيك، امرنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا عبدي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عنا وعن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وعافنا واعف عنا وعافنا واعف عنا وعن والدينا وذريتنا وآل بيت نبينا وعلمائنا وسائر المسلمين اجمعين، واختم لنا ولهم بفاطمه السعاده اجمعين، واملا قلوبنا علما وحكمه ونورا وايمانا ويقينا وثقه وتفويضا، وانزع من قلوبنا كل ما يحول بيننا وبينك يا رب العالمين من مساوئ الاخلاق ومساوئ الامراض، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، وتقبل ذلك منا برحمتك يا ارحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، نكمل قراءه حاشيه الشيخ ابراهيم البيجوري على شرح المقاصد الغزي على متن غير التقريب للقاضي ابي شجاع في فقه الساده الشافعيه رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم واعلمنا شريفهم في دارين امين. وبدأنا في الجلسة الماضية فصل في أحكام القراض، والقراض غير القرض، القرض هو السلف معروف، لكن ده مسألة ثانية غير القراض. والقرض جاء ضمن في أنواع الربا، في قول النبي كل قرض بر نفع فهو ربا، القرض أحكامه إيه مرت مع الربا، وإن كان في بعض الكتب زي المنهاج جعلوا القرض باب منفصل، يعني غير باب الربا كمان، لان المنهاج اوسع، لكن هنا ده اختصار، حتى نسميه غايه الاختصار، وعلشان كده القرض دخل مع احكام الربا خالص. هنا بقى القراض دي حاجه ثانيه، والقراض ان انسان يبقى عنده مال ولا يحسن تدبيره ولا استثماره، وانسان ثاني يحسن استثمار المال وليس عنده مال، فيقوم الرجل الذي عنده هذا المال يعطي لهذا العامل ماله يثمره له. فهذه الـ هذا الاتفاق والعقد يسموه عقد قراض او مقاربه، كويس، في الفقه الاسلامي، اللي هو نشا منه بعد كده شركات توظيف الاموال. شركات توظيف الاموال ما هي الا برضه قراض، نوع من القراض، لكن هل توفرت فيها الاحكام الشرعيه ام لا؟ دي عايزه بقى المبحث. يعني هل الناس القائمين بها قرأوا فقه القراض قبل ما ينشئ الشركه ولا ما لم يقرأوا؟ وعلشان كده عدم الفقه والعمل قبل التفقه والعمل قبل العلم بيودي الى مشاكل كثيره. لكن لو كان اتعلم الاول قبل ما يبذل هذا النشاط كان ممكن يعني يجنب الناس مشاكل كثيره حدثت. فبيقول هنا في الهامش فصل في احكام القراض وهو لغه مشتق من القرض وهو القطر، وشرعا دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه والربح بينهما. وللقراض اربعه شروط، احدها ان يكون على ناقد، اي نقد من الدراهم والدنانير، يعني على عمله ذهبيه او فضيه. عشان كده احنا قلنا الفلوس والاوراق الماليه دي ما ينفعش فيها القراض على اصل مذهب الشركات، لان ليس فيها رصيد ذهبي. لكن العلماء بسبب تغير الحال، علماء الشافعيه في هذا الزمان يجيزون القراض بالاوراق الماليه، وان كان على اصل المذهب لا يجوز، فهو قراض باطل، لانه لا، الاوراق الماليه ما هي الا عروض تجاريه، ولا يجوز القراض على عروض التجاره. لا يجوز القراض على عروض التجاره، لان ليست لها قيمه ثابته متغيره. وان الفساد اللي حصل في الاقتصاد العالمي نشا من التداعب الامريكي، وفرض رايهم على العالم كله ان يبقى الاوراق الماليه ليست لها رصيد ذهبي، والكلام ده من سنه 71، ف
فلما عملوا الحكايه دي حصلت الاضطرابات الماليه على مستوى العالم، وكل شويه البورصات تعاني، وكل شويه يعني دول تفلس وشركات تفلس. كل ده ليه؟ لان خالفوا النظام المعتبر شرعا والمعتبر عقلا قبل حتى وجود الشرع، ان الناس تتعامل بعمله غير قابله للابتزاز، يقوم يبقى في ثبات. يعني اجمع جميع العقلاء على هذا حتى قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء النبي اقر الامر على من هو عليه صلى الله عليه وسلم. لكن الشيطان الامريكي ادخل ايضا الفوضى حتى في ايه؟ في الاقتصاد، فبقت الفوضى في كل حاجه، في الاقتصاد وفي السياسه وفي الثقافه وفي العلوم وفي التعليم وفي العلاج وفي كل حاجه للاسف. اللي هم بيسموها الفوضى الغلط، فاحنا ربنا نسمي العصر بتاعنا ده عصر ايه؟ نسميه عصر الفوضى. هو ده فعلا، دي حقيقه، واللي نشرها الامريكان. ربنا ينجينا يا سيدي. فيشترط ان يكون على نقد، اي نقد من الدراهم والدنانير الخالصه، فلا يجوز القراض على كبر ولا على حلي ولا مغشوش ولا عروض. عروض يعني اوراق ماليه. ومنها الفلوس. احنا حتى بنقول على ايه؟ انت معاك فلوس؟ يعني هو معايا فلوس، الفلوس دي عروض تجاره. لان لا ذهب ولا فضه، كل ده ما ينفعش في اصل بدأ الشركات. والثاني ان ياذن رب المال للعامل في التصرف. الشرط الثاني انه ياذن رب المال اللي هو المالك للعامل في التصرف اذنا مطلقا ما يقيدوش. فلا يجوز للمالك ان يضيق التصرف على العامل كقوله لا تشتري شيئا حتى تشاورني، حتى تشاورني، ولا تشتري الا الحمقى البيضاء مثلا، يعني يشترط عليه انواع معينه قد تكون نادره. فيبقى ما ينفعش، لازم يديله حريه التصرف علشان هو الهدف استثمار المال. لو قيده ممكن يؤدي الى عدم ايه؟ عدم حريته في استثمار المال. ثم عبق المصنف على قوله سابقا مطلقا. قوله هنا او فيما، اي من التصرف في شيء لا ينقطع وجود غالبا. لكن ممكن يقول له ايه؟ يعني تاجر في القماش، واخد بالك؟ اللي هو المتاح يقول له قماش واسمه، انما لو يقول له قماش ويكون مثلا صفته كذا وكذا ويكون نادر الوجود يمكن ما ينفعش، لانه المقصود من التجاره تقليد المال، سرعه تقليد المال. فلو ربطوا بحاجه نادره في الحصول يبقى تقليد المال مش حاجه سريعه، مش هيبقى فيه ربح كويس. فلازم ايه؟ حتى لو شرط يشرط عليه حاجه غير نادره تكون سهل للحصول عليها، يقوم يقلبها بسرعه، يشتريها ويبيعها ويشتري غيرها ويبيعها وهكذا. دي المقصود. او فيما، اي من التصرف في شيء لا ينقطع وجوده غالبا. فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلق لم يصح. وقفنا احنا هنا عند هذا القول في الجلسه الماضيه في كلام الشيخ الزيتون. هنقرا باقي باب القراءه ونقرا الحاشيه عليه. الشرط الثالث والثالث أن يشترط له، أن يشترط له، أي يشترط المالك للعامل. يعني يشترط مين؟ يشترط المالك له. الضمير في له يعود على مين؟ على العامل. يبقى عندي ضمير مستتر وضمير ظاهر، مش كده؟ الضمير المستتر يشترط، يشترط مين؟ المالك له. الضمير الظاهر ده هو الآكل له، تعود على مين؟ على العامل. فاهم؟ عشان كده هو فكلك الضمائر، الشارح فك الضمائر. يقول ان يشترط له، اي يشترط المالك للعامل. فاهم ازاي؟ فبيفكلك الضمائر علشان ما تسرحش، قول له هنا تعود على مين؟ جزءا معلوما من الربح. يبقى يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح. مش يقول له مثلا ايه الربح؟ ايه يعني ولك من الربح، يقول من الربح، او ده عقد باطل. ايه من الربح؟ قد ايه يعني؟ لازم يحدد قدر معلوم. جزءا معلوما من الربح كنصفه او ثلثه. فلو قال الملك للعامل قرضتك على هذا المال على ان لك فيه شركه او نصيبا منه، نصيب يعني للربح، فسد القرار. او على ان الربح بيننا، لو قالوا الربح بيننا صح ويبقى منصف، لان احنا هنحكي بالعرف.
العرف كده. عشان كده عندنا من ضمن قواعد المذهب ان الامور العقود تحمل على العرف الاول، مش تحمل على اللغه، تحمل على العرف بتاعها الاول. فان لم يكن عرف نحملها على اللغه، ان لم يكن عرف نحملها على الشرع، ان لم يكن شرع نحمله على اللغه. يعني اللغه اخر حاجه كويس دي في العقود، لكن في العبادات نحملها على الشرع الاول قبل العرف. فهمت؟ يبقى في العقود نحملها على الركن الاول، وبعدين ما فيش عرف نحملها على الشرع، ما فيش شرع في المساله نحملها على اللغه. فهمت؟ وعلشان كده لو قالوا ايه؟ او على ان الربح بيننا واحنا بنتكلم في عقود يبقى نحملها على الركن، بيننا يبقى منصف. فهمت؟ صح العقد يعني، ويكون الربح نصفين. والرابع اللي هو الشرط الرابع، ألا يقدر القرار بمدة معلومة. ممكن تقول يقدر القرار بمدة، أو يقدر يعني المالك القرار بمدة معلومة، كقوله قرضتك سنة. يبقى ما ينفعش يحدد له مدة معلومة، لأن هو الغرض استثمار المال. فلما يقول له سنة، يمكن في السنة دي ما يلحقش يشتري ويبيع بالطريقه اللي تحقق ربح. يمكن لو قال له سنه يلاقي نفسه خساره غلبه على المكسب، لانه لسه ما لحقش. فهمت؟ فما يحددلوش مده. كقوله قرضتك سنه، والا يعلم بشرط، كقوله اذا جاء راس الشهر قرضتك. ما ينفعش طبعا. لو قال كده يبقى ده مش قرض باطل. طب عايز تقارن، اما يجي راس الشهر تعمل ايه؟ طب ما تعملوش قبلها. اعمله ساعتها، لان هو نافذ على طول، ما ينفعش يبقى معلق على شرط. كقوله اذا جاء راس الشهر قارضتك والقراض امانه. يبقى يد الايه؟ العامل على مال القراض يد امانه، ويد الامانه يعني لا ضمان فيها الا بالتقسيط، لا يضمن الا بالتقسيط. كويس؟ يد الامانه. والقراض امانه. وحينئذ يعني ايه؟ حينئذ التنوين ده يعود على جملة سابقة، على قوله ان هي يد أمانة. فطالما يد أمانة، وحينئذ أنه يده عليك أمانة، فهمت ازاي حط التنوين مكان الجملة؟ وحينئذ لا ضمان على العام في مال القراض إلا بعدوان. لأن طالما اليد أمانة يبقى إيه؟ إذا تعدى بس يضمن، لكن ما تعداش يبقى قضاء وقدر. خلاص؟ زي ما باع منه كان هيعمل مالك برضه. فهمت؟ إلا بعدوان فيه. وفي بعض النسخ بالعدوان، مكان بعدوان. وإذا حصل في مال القراض ربح وخسران، قدر خسران للربح طبعًا، دول المحاسبين بقى دي شغلتهم. فمن للتاجر بيتاجر في حاجات كتيرة وبيبيع ويشتري. بعضها يربح وبعضها يخسرها وبعضها ما يحققش لا ربح ولا خسران. يعني اللي اشترى بيه هو اللي باع بيه. يقوم ازاي يحسب بقى الربح ويجي بقى المحاسبين يشوفوا بقى ايه في الاخر، ايه المكاسب قد ايه والخساره قد ايه والمصاريف قد ايه، ويخصم ده من ده لحد ما يشوف الربح الصافي. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلامي. وإذا حصل في مال القراض ربح وخسران، جبر الخسران بالربح. يعني اتخذ ده منه. واعلم أن عقد القراض جائز، زي عقد الوكالة مثلا، ما قرينا في عقد الوكالة كده أنه عقد جائز. جائز يعني إيه؟ يعني أي طرف من طرفي العقد له أن يفسخ العقد بأي وقت. براحته. بس عشان يفسخ العقد، كل واحد ياخد حقه بقى. فهمت؟ يعني ما ينفعش مثلا هو يفسخ العقد مثلا ويديني فلوسي بضاعه مثلا. لا، اذا اراد يفسخ العقد ينض المال، يرجعه تاني المال منضود، يرجعه تاني للعمله اللي خدها منه. مش يدوا لك بضاعه ما يدهالكش بضاعه. يعني هو عايز يفسخ، يقول لك خلاص اديني مهله لما ابيع البضاعه واحضر لك مال. فهمت؟ واعلم ان عقد القراض جائز من الطرفين. يبقى جائز يقابلها ايه؟ لازم. يبقى ده عقد جائز مش عقد لازم. عقد جائز وليس عقد لازم. من الطرفين، فلكل من المالك والعامل حسب.
كده ايه انتهينا من كلام المتن والشارع. نشوف بقى كلام الحاشيه من اول قول هو الثالث اي من الشروط الاربعه. وكان الانسب ان يقول وثالث لانه قال الاول احدها، هقول ثانيها ثالثها رابعها عشان قال احدها، عشان كده كان بيقول ايه والانسب ان يقول وثالثها. لكن لو كان قال والاول يبقى خلاص يقول الثاني والثالث ماشي. وقول ان يشترط ان يشترط والثالث ان يشترط له ان يشترط. وفي بعض النسخ ان يشترط ان يشرط ان يشرط، بعض النسخ ان يشترط ان يشرط بضم الراء من باب نصر كما في المختار. وقول ان يشترط المالك للعامل تفسير للضميرين المستتر والدارس المجرور فهمت بالله للضميرين، الضمير المستتر اللي يعود على المالك والضمير البارز اللي يفلاه كده برضه اللي هو المجرور بالله. وقول جزءا اي ولو قليلا بخلاف ما لو شرط الربح كله لاحدهما. طب افرض قال له اشتغل في المال ده والربح كله ليك، او قال له الربح كله ليا، فهمت ازاي؟ بخلاف ما لو شرط الربح كله لاحدهما، كان قال ولي كل الربح او ولك كل الربح فلا يصح، ما يبقاش قرار. فلا يصح يعني ايه؟ يعني ما يبقاش قرار، فلا يصح فيه. طيب طب لو قال له اشتغل بهذا المال والربح كله ليه المالك، والعامل خد المال ومشي واشتغل فيه وبعدين حصل خلاف وراحوا للقاضي، القاضي ما يديش للعامل اي شيء لانه هو كان متبرع، كانه متبرع، فاهم؟ لانه هو قال له بوضوح الربح كله ليه، هو وافق وخد المال واشتغل، يبقى انت متبرع فما لكش حق تيجي تطلب بقى حق. انت ما كانش عاجبك من اول ما تاخدش، واضح؟ فاهم؟ طب في الصوره الثانيه لما قلت له الربح كله لك وحصل خلاف، لا ما هي اضرار، العقد اضرار، يوم القاضي يحكم ايه؟ ان المال كله الربح كله لا للمال للمال، لان ده مش عقد اضرار صحيح، ويبقى ده استثمار للمال. طب والعامل اللي اشتغل يديله اجره الايه؟ الموظف. انت اشتغلت عندي سنه في المال ده اجرتك في الشهر 3000 جنيه تاخد 36000 متخصصين. مالكش دعوه والربح كله ليه؟ فاهم؟ وتتفضل ايه؟ فهمت بقى المساله؟ يبقى لو قال له الربح كله ليه للمالك وقبل العامل فاشتكى يبقى العامل ليس له شيء، القاضي ما يحكموش بحاجه لانه انت متبرع. فهمت؟ طيب الصوره الثانيه ان انا قلت له الربح كله لك فاشتغل على انه هيجي له مقابل مش متبرع. ده هو انه هيطلع له ربح فابتدى يجتهد ويشتغل للنهار. لكن الصوره دي ما تنفعش بعقد قرار. يوم نحل الاشكال ازاي؟ نعتبره مستقبل عامل. نديله أجر العمل. فهمت ازاي؟ عشان نحل الإشكال. بس يا دكتور المالك هنا يعني اشترط عليه إن هو الربح كله للعامل. ما هو ما ينفعش شرعًا يبقى ده عقد شرعي لأنه فيه غمض. الشرع حتى لا يقبل إنك أنت تظلم نفسك. واضح؟ بس. فيبقى ده مش عقد شرعي. طب وإحنا عايزين نفض ازاي؟ القاضي عايز يفض الإشكال، اتنين ماسكين في بعض. اعمل انت ايه يا قاضي؟ القاضي الشافعي يديله اجرة عامل. واضح؟ وقول لهم خدوا المشكلة دي ما تجونيش تاني. واضح الكلام؟ ويفهمه عايز تعمل ضرار تتفقوا على عقد ايه؟ على نسبة معلومة من الربح. واضح؟ لكن احنا بنفك اشتباك دلوقتي. فهمت؟ انما هنسيبهم شابكين طبعا لما يقتلوا بعض. لكن ما تبقاش يعني المسلك المالك ان هو يحمس العامل ان هو الربح كله ليه بحيث ان هو ينزل مجهود اكبر وبعد كده وبعدين يغشه في الاخر يقول له اديني نصيبه. طب ما غش بقى
كده بيغشوا. ما ينفعش ان انا العقود مبناها على الالفاظ الواضحه علشان ما يحصلش خلاف، انما ما نقولش الفاظ عايمه وقول انا كان قصدي ان انا ايه احمسه. ايه قصدي دي؟ العقود لا ينظر فيها على النوايا، ينظر فيها على الالفاظ. فهمتني ازاي؟ انما العبادات تقدم النيه. يعني انا قلنا هو صلاه العشاء وانا في قلبي مغرب، كان عقد مغرب مع ان انا قايل بلفظي عشاء، لكن ايه بقلبي بقول ان انا مغرب، فتنعقد هنا ايه؟ لو عقد بقى بيني وبين بني ادم تنعقد عشاء. واضح؟ والعشاء ما ادانيش يبقى الصلاه واضحه. عيد فهمت بقى المسألة؟ يبقى في العبادات العبرة فيها بالنوايا، لأن ربنا مطلع على القلوب، لكن العقود دي أفراد بيتفقوا مع بعض، أنا مش مطلع على قلبك ولا أنت مطلع على قلبي. يبقى إيه الضابط بيننا عشان نتفق؟ الألفاظ. فهمت بقى إزاي؟ وعلشان كده العقود مبناها إيه؟ مبناها الألفاظ. إنما في العبادات في النوايا والمعاني. وإن كان في بعض العقود بيعتبر فيها المعنى مع الله، بعض العقود. في بعض العقود وليست قاعدة مستقرة، كويس؟ لكن أهم حاجة إننا نضبط اللفظ عند إيه؟ انعقاد العقد. وتبقى الأمور واضحة، ما نسيبش أي أمور في أي عقد بقى، مش عقد القرار بس. في كل العقود ما نسيبش أي يعني ألفاظ قابلة للمناقشة. ليه؟ كل ده يمنع النزاع في المستقبل. كل ما تبقى الامور واضحه من الاول يمنع النزاع في المستقبل، لان بعد شويه يجي لك بعد كام شهر يقول لك انا كان قصدي انك انت انا فهمت من اللفظ ده كذا، طب وانت ليه ما قلتليش عند العقد ان اللفظ ده انا فاهمه كذا؟ ايه رايك، فهمي ده صحيح ولا مش صحيح؟ ناقشني. فهمت؟ يمكن اقول لك لا ده انا قصدي معنى اخر، نقوم نختار لفظ اخر يحقق قصدنا احنا الاثنين لحد ما نتفق على الالفاظ اللي ترضينا ننفذ العقد. فهمت بقى؟ لكن تبني النزاعات بتحصل بسبب ايه؟ بسبب ان الفاظ العقد غير منضبطه. واضح؟ ايه دي المشكله؟ واحد الشرع اصلا قايم على فض النزاع. يعني مفيش داعي انك انت تعمل حاجه تؤدي بعد كده الى نزاع في المستقبل. فنشوف هنا ايه؟ بخلاف ما لو شرط الربح كله لاحدهما كان قال لي كل الربح او لك كل الربح، فلا يصح فيهما، يعني لا يصح فيهما اقتراض. ولا شيء له في الأولى لأنه عامل غير طامع، اسمه متبرع، عامل متبرعا، وله أجرة المثل في الثانية، أجرة المثل هو العامل. أنت لو جبت عامل يشتري لك ويبيع لك، يشتري لك ويبيع لك، عامل عندك هتدي له قد إيه في الشهر؟ خلاص تسأل السوق، السوق هيقول لك ده ياخد 1000 جنيه في الشهر، 1000 جنيه على حسب. وله أجرة المثل في الثانية، طيب وبعد أجرة المثل الربح كله للمال. واضح؟ فيهما ولا يصح أن يشرط لغيرهما منه شيئا. ما يشرطش كمان، يبقى المالك والعامل ويقول له بحيث إنك أنت تاخد تلت الربح وجاري ده ياخد تلت وأنا آخد تلت. لو جارك ده ما قلتش ترى بما يهديش. فهمت ازاي؟ لكن لو شارك لفرع احدهما ينفع، لان لو شارك لفرع احدهما فالنفقه عليه يعني يقول له بس بشرط تدفع مصاريف المدرسه بتاع الواد ابني ده. المالك بيقول له تدفع مصاريف مدرسه ابني كل شهر، كل سنه اذا كانت المصاريف بتدفع في السنه، او كل شهر اذا كانت بتدفع في الشهر، وتخصم من ايه؟ من نصيبه في الربح. تنفع لانه ده فرعه. فهمت ازاي؟ لكن لما يبقى حاجه اجنبي عنه ما ينفعش لانه مش عقد. واضح؟ هو عقد افتراضي ولا يصح اذا اتفق المالك مع العامل ان هو يعطيه اجر عنه؟ عادي. لا يبقى اسمه عقد ايجار. مش حاجه مش حاجه ايجار، ده عقد قرار. تقلب استفعال تجيب عقد الايجار، او تقلب تاني وتجيب عقد الجعاله. يبقى دخلنا بقى في باب تاني. مش عقد. فهمتني بقى؟ فلازم ايه؟ علشان كده تكييف المساله دي مهمه عند الفقيه. اما يديله الاول المشكله بيكيفها.
والمشكله دي ابحث عنها في اي باب؟ الصوره دي تدخل في اي باب؟ باب بيوع، باب فسخ، باب اداره، باب مزارعه، باب مساقاه، باب جعاله، عشان اعرف احكم. فهمت ازاي؟ وعلى قدر بقى تكييف المساله ودقه الفقيه على قدر صوابه في الحكم، وعلى قدر عدم الدقه يختلف الفقهاء في الفروع. فهم؟ كل واحد جايب تكييف بشكل. زي احنا قلنا فوائد البنوك، اول ما طلع فوائد البنوك العلماء كلهم كيفوها قرض باب الربا، فكلهم قالوا ربا كده بقى. فلما كيفوها باب الربا دخلوا باب الربا اللي هو حرام، خلاص اتقفل. بعد كده البنوك لما كبرت ونشاطها اتسع واصبحت يعني العقود اللي بتتعامل بها البنوك عقود كثيره جدا وليس قرض فقط وليس قرض فقط، ابتدى ان مشروع البنك ده استثمار، ده تجاره، ده البنك بياخد المال بيستثمر. فقاموا العلماء كيفوها تكييف تاني، قال لك لا ده مش باب قرض، ده باب استثمار، ده قرض، ده شركه. ويبقى الارباح اللي بياخدها دي اسمها ارباح استثمار وليست فوائد على قرض. وطالما ارباح استثمار يبقى من حقه ياخد ارباح، تبقى ليه حاجات. شفت بقى؟ تاني خلاها ربا وحرام لانه كيفها قرض جرنا، والتاني حللها لكن مفيش مسلم بيحلل الربا. فهمتني ازاي؟ بس هو ما كيفهاش ربا، مش زي ما كانوا طلعوا على الشيخ قدام الله الله يرحمه لما اجاز كده قال شوف بيحل الربا في الفضائيات يشتموه. مش مسلم، لكن مفيش مسلم بيحل، لانه لو مسلم حل الربا كان. فهمتني بقى ازاي؟ لكن هي التكييف، هو كيفها ايه زي ما كيف استثمار، انت كيف تعبر. فلما دخلت باب القرض وقعدت اتقلب لقيته جر نفع يبقى ربا، والربا كبيره وحرام، حرام الشيخ لانه بحث عنها باب ايه؟ باب القرض اللي هو موجود في الربا. لكن الشيخ الثاني مطلع على الواقع فلقى ان هم البنوك بياخدوا المال ده بيستثمروا، يحولوا العقارات ويبيعوها، يحولوا البضايع ويبيعوها، ويحولوا المشاريع ويبيعوها، قال ده بيستثمر. يبقى الارباح اللي بياخدها دي اسمها ارباح مش فوائد، واسمها ارباح استثمار. فهمت بقى ازاي؟ فيبقى التكييف المساله مهمه. فانت ما تقفلش، عشان كده الفقيه اللي يقرا باب من الفقه ويسيب باقي الابواب ما ينفعش اصلا يستشار، لانه ما تجيله اي مساله مش هيعرف يكيفها، هو ما يعرفش الا باب واحد. هيكيفها ازاي طيب؟ وهو ما يعرفش الا باب واحد من عشرات الابواب. فهمت؟ فده لا يصلح ان يتاخد رايه اصلا. يعني لازم تمسك الفقه كله تختمه عن اخره. وبعد ما تختمه تخدمه. وبعد ما تخدمه تنظر للواقع. وبعد ما تنظر للواقع تبتدي تكيف المسائل المختلفه عشان تبقى مفتي. فدي مساله مراحل ورا مراحل ورا مراحل. ففي ناس متسرعة وما يقدرش العلماء قدرهم. يا دوب أراد كتابين ويبتدي يعلق على العلماء زي مفتي الجمهورية ولا الشيخ الفلان، ويقعد بقى يقف على المنابر ينقدهم. هو أصلا لا يصلح يبقى تلميذ تحت رجليه. فهمت؟ ليه؟ لأنه واخد في نفسه ألم متسرع. فلازم الأول الواحد يتواضع. بداية العلم الصحيح التواضعية. واحترام السابقين. وحسن الظن بالمسلمين. فهمت ازاي؟ وان الانسان ينسب لنفسه الجهل اكثر ما ينسب لنفسه العلم. وانه استمرار يقول الله اعلم، واستمرار هو فوق كل علم عليم. يبقى يقوم بالطريقه دي ربنا يعلمه ويبقى علمه منهم. فهمت بقى المساله؟ فمش عايزين احنا نتصرف. ولا يصح أن يشرط لغيرهما منه شيئا. نعم إن كان الغير غلاما لأحدهما، وإلا غلاما يعني عبد، لأن لا يقول أحد أحدكم عبدي وأمتي، ولكن يقول غلامي وإيه وجاريتي. مش كده برضه؟ إن كان الغير غلاما يعني مما يجب النفقة عليه عند المال لأحدهما صح، لأن المشروط له راجع لمتبوعه، ولا يضر شرط نفقة غلام المالك
على العامل وإن لم تقدر بشيء ويتبع فيها العرف. يعني يقول له أنا هسيب لك ال100,000 جنيه دي تتاجر فيها وأنا مسافر ونيجي بعد سنة نتحاسب، بس سيد ابني تنفق عليه طول المدة دي لحد ما أرجع. تنفق عليه ما قالوش مبلغ، شفت بقى هنا بقى ما قالوش مبلغ، إنما يرجع إيه للعرف. نشوف العرف الواد ده بيتكلف قد ايه في المستوى بتاعه ده في الشهر، يبقى هو ده بقى اللي يدور. فهمت بقى؟ وان لم تقدر بشيء ويتبع فيها العرف وقيل لابد من تقديرها. يعني في قول اخر مقابل قال لك لابد ان يقدر، تقول له تديله في الشهر 1000 جنيه 2000 جنيه حسب ايه؟ لازم يقدر، ده الوجه المقابل للراجح. لكن الراجح قال لك لو اطلق نقدرها بالعرف. واضح؟ قول وكونوا قال لك وقيل تضعيف، دليل ان ده القول المرجوح، ان ده الوجه المرجوح. ودكتور طالما قال وقيل ايوه حددته مال معين، طب هو لو الولد ده مميز يعني زي ولي، هيبقى زي ولي مسؤول عنه، ينفق عليه، يروح يجيب له الكسوه بتاعته ويجيب له مصاريف. بس مش هيكون هنا يعني المبلغ يعني معلوم. انت مش عاجبك الطريقه دي ما تتفقش عليها، يعني ما تشتغلش انت بالعقد ده. فهمت ازاي؟ افرض انت مش مستريح، تقول له لا وانا يعني هتاجر بقى ولا ادور على الولد، خلاص روح يجيب لي حتى ما يلاقي عامل الولد. فهمت ازاي؟ يعني افرض انت طالبك شيء من المساله، خلاص ما الشرع ما قالكش لازم تولد، ده عقد جائز. جائز يعني ايه؟ يعني والله انت عجبك الشروط دي حلو، خد، ما عجبتكش مع السلامه. انما ما تقعدش تنفذ. هو الراجل مسافر خلاص واقع التذكره وهيسيب ابنه في مصر، وعايز يسيب الفلوس بدل ما يسيبها للواد يرجع يلاقي صرافه على الفاضي، عايز يستثمرها ومن استثمارها الواد ينفق عشان لما يرجع يلاقي الواد. فهمت ازاي؟ وخلاص هو مسافر وعايز حد ينفق على الواد من الفلوس دي من غير ما يستهلكها. انت مش عاجبك امشي، يدور على غيرك، انما ما تضيعش وقت والطياره هتقوم. فاهم؟ واضح الكلام؟ بس. قوله معلوما يعني لازم يبقى ايه قدر معلوم علشان تبقى الامور واضحه. اي لهما بالجزئيه كما اشار اليه الشارع بقوله كنصفه او ثلثه، وخرج بذلك ما لو جعل له ربح صنف معين او قدرا معينا. يقول له مثلا تاجر في الاقمشه وانت ربح، وانت تاخد نص الربح في الاقمشه القطنيه، انما الاقمشه غير القطنيه ربحها كله ليك. ما ينفعش ده، ما ينفعش. فهمت ازاي؟ وخرج بذلك ما لو جعل له ربح صنف معين او قدرا معينا كعشره. يقول له ليك عشره، الله ده حولها الى جعاله بقى، ما حولهاش الى اقتراض، فبقت جعالة. جعالة يعني ايه؟ يعني يديله أجرة مقابل منفعة، مقابل ان هو يحقق له منفعة معينة، يديله أجرة. فهمت ازاي؟ ما لو جعل له ربح صنف معين أو قدرا معينا كعشرة فلا يصح، لأنه قد لا يربح غير ربح ذلك النصف أو غير العشرة فيفوز أحدهما بجميع الربح. وقوله من الربح فلو شرط له شيئا من غير الربح لم يصح. لازم يبقى ايه المشروط؟ من الربح مش من غير الربح. قالوا فلو قال المالك للعامل قارضتك على هذا المال على ان لك فيه شركه او نصيبا منه، تفريع على مفهوم كونه معلوما. وقوله فسد القرار اي للجهل بحصه العامل. قوله أو على أن الربح بيننا صح أي حملا على التساوي فهو معلوم ضمنا. وقال وقوله ويكون الربح نصفين أي لو كما لو قال أن هذه الدار لزيد وعمر لزيد وعمر فتكون بينهما نصفين. وكذا لو قال المالك للعامل ولك نصف الربح فيصح ويكون الباقي للمالك بحكم التبعية للمال، بخلاف ما لو قال له وللنصف
يعني أول مالك قال له إيه؟ اشترك هذا المال ولي النصر، ليا النصر، وما قالوش حاجة. ما حددش النص التاني في مصر. هو ما حددوش التاني حاجة. ما ينفعش. لكن لو قال اشتغل في هذا المال ولك النصر، يبقى دي تجوز ليه؟ لانه ايه؟ الباقي معروف ضمن المتابع لراس المال اللي هو غالبه موجود، فاهم؟ لانه جانب المال قوي، انما جانب العامل ضعيف، فلازم ننص له عشان ايه؟ اما نص له اقويه، لما ما نصلوش يبقى ضعيف الجانب، فاهم؟ ويكون الباقي للمالك بحكم التبعية للمال بخلاف ما لو قال له ولي نصف الربح فإنه لا يصح، لأن الربح للمالك بحكم التبعية للمال إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه. ومتى فسد الاضطراب؟ طب فسد الاضطراب في أي وقت؟ استحق العامل أجرة النسيان. في أي وقت عشان نحل الشركة حصل خلاف بينهم يبقى أجرة النسيان. واضح؟ كأنه موظف. ولو علم الفساد لأنه لم يعمل مجانا. ولو علم الفساد، يعني حتى لو عارف انه فاسد من الأول برضه ما عاقبوش، أقول له طب ما أنت عارف إن العبد فاسد يشتغل، لا أديله برضه أجرة النسيان، حتى لو علم الفساد. مش يجي القاضي يقول له أنت كنت عارف إن العبد باطل، يقول له باطل، يقول له خلاص يبقى مالكش حاجة. ليه تدخل في عقد؟ ما لا ما يعملوش، لأنه هو عامل خلاص مشتغل. يديله أجرة النسيان ويفسخ العقد بينهم، فاهم؟ ويبقى الدنيا بتتعلم، وبعد كده العامل ده لما يجي يعمل عقد مع واحد تاني يكون اتعلم من النقطة، فاهم؟ لأن الدنيا مدرسة. ومتى فسد الاضطرار استحق العامل أجرة النسل ولو علم الفساد لأنه لم يعمل مجانا، ما كانش متطوع، فاهم؟ وقد فاته المسمى فيرجع لأجرة النسل إلا إذا قال المالك والربح كله لي. لو المالك قال كده زي ما قلنا في السورة اللي فاتت، بيعيدها تاني عشان ما تنساهاش. لو قال إلا إذا قال المالك والربح كله لي لأنه عمل غير طامع مع غير طامع كما مر، كأنه متبادع يعني، فهم؟ زي السورة اللي إحنا قلناها. ولو اختلف في قدر المشروط، احنا اتفقنا وقلت له ليك التلت، ام هو سمعها النص وما كتبناش ورقه واكتفينا عليه، فجينا بنقسم، اقول له فين الربح؟ يقول له اقول له خلاص خد التلت واديني الباقي. يقول له لا احنا متفقين ان النص. يا ابني انا قلت لك التلت. لا انت قلت لي النص. اختلف. فهمت بقى ازاي؟ يروحوا عند القاضي، القاضي يعمل ايه في الازمه دي؟ مفيش بينهم ورق مختلفين، فهمت؟ مفيش شهود. كمان كانوا قاعدين في اوضه لوحدهم. فهمت؟ فازاي القاضي يتصرف؟ يحلف الاثنين. الاول لو واحد نكس يبقى اللي حلف يمشي حكمه. ابر الثاني ولا شيء خلاص يبقى اللي حلف يبقى هو قول متاكد. فهمت ازاي؟ ولو اختلف في قدر المشروط تحالفا. طب افرض الاثنين حلفوا، يرجع لأجرة المسجد، يقول له خلاص يبقى العقد فاسد لان انتوا مش عارفين القدر اللي بينه. تعمل ايه؟ تدي له أجرة المسجد عامل. فهمت ازاي؟ نروح بقى خارجين من ايه؟ من باب القرار لباب الاداره على طول، يغتصب القاضي يطلع على باب الاداره ويخلص. فهمت بقى المساله؟ قول الرابع أي من الشروط، وكان الأنسب رابعه. وقول ألا يقدر بالبناء المجهول، ونائب الفاعل ضمير يعود على اضطراب، يقدر اضطراب يعني. فقول الشارح اضطراب تفسير للضمير على تقدير أي التفسيرية، أو بدل منه. ما نقولش بقى إيه إن نائب فاعل تاني يعني، لا تبقى بدل من نائب الفاعل، أو بدل منه لا نائب فاعل لئلا يلزم أن المصنف حذف نائب الفاعل وهو لا يرسل. طب وفرد بالبناء للفاعل ألا يقدر، يبقى المالك، فاهم؟
وهو ضمير يعود على العاقد من المالك والعامل، وعبارة الشيخ الخطيب صريحة في بناء الإحكام، فهمت؟ ألا يقدر لوئين اللي هو العاقدين، يعود على المالك والعامل. قولك قولي قاربتك سنة، أي سواء سكت بعد ذلك بأن أطلقها أو منعه التصرف بعدها بأن قال له قاربتك سنة ولا تتصرف بعدها، يعني سواء قال له قاربتك سنة وسكت أو قال له قاربتك سنة ولا تتصرف بعدها، ليه؟ الاثنين دول ما ينفعوش. أو البيع أو الشراء، يعني أو منعه البيع أو منعه الشراء، يبقى أو منعه البيع أو منعه الشراء، يعني قال له قاربتك سنة وبعد سنة ما تبيعش، أو قال له قاربتك سنة وبعد سنة لا تشتري. الصورة الثانية دي لا تشتري، طالما بعد سنة يبقى يصح العقد لأن السنة دي كافية ممكن يحقق ربح ويبقى نفضه بعد سنة. واضح؟ فهم؟ لكن لو قال له ولا تشتري بعد يوم من العقد يبقى ما ينفعش برضه، لانه مش هيلحق يحقق حاجه. واضح؟ لكن لو قال له في الشراء منعه من الشراء بس بعد فتره كافيه يكون اشترى فيها وباع وحقق ربح يبقى يصح ويبطل عند ايه؟ عند نهايه المده اللي حددها. واضح؟ أو البيع أو الشراء، يعني أو منعه البيع أو الشراء بأن قال له قاربتك سنة ولا تبع بعدها أو لا تشتري بعدها، سواء ذكر ذلك متصلا في العقد يعني أو منفصلا، يعني متصلا يعني هم بيقولوا العقد، أو منفصلا بعد ما قالوا العقد مطلق كده شربوا الشاي وقعدوا مبسوطين وبعدين هو خد يوصلوا على الباب قال له على فكرة الموضوع ده لمدة سنة بس. يبقى هنا ده منفصل برضه ما ينفعش. واخد بالك؟ نعم إن قال قاربتك ولا تشتري بعد سنة صح لحصول الاسترباح بالبيع في الشراء بس، فهمت ازاي؟ الذي له فعله بعدها. يبقى لو قال ولا تشتري بعد سنة يصح ليه؟ لأنه ممكن يبقى منعه من الشراء لكن ما منعوش من البيع، بيع اللي عنده. فهمت ازاي؟ ومحله كما قال الإمام، الإمام هو الإمام الحرمي، لما يقول الإمام يقصد الإمام الحرمي اللي هو الإمام الجويني شيخ الإمام الغزالي اللي هو لخص كتب الإمام الشافعي كلها في كتاب النهاية وبتاع، وبعدين بعد كده خد الرفع منه عمل محرر وبعدين كده. كما قال الإمام أن تكون المدة تسع الشراء للاسترباح كالصورة السابقة بخلاف نحو ساعة هكذا، ساعة هكذا ينبغي تقرير هذا المحل بخلاف تقريره بغير هذا كما فعل العظيم لما فيه من الخلق. يعني قال لك بحيث ما يكونش المنع من الشراء يكون إلا بعد مدة كافية يكون لكن لو قالها له بعد ساعة ينفعش على كل الصور بقى. واضح؟ يبقى ما ينفعش ده خالص. الصورة دي ما تنفعش خالص لأنه أصلا ربحه لا يتم إلا بالبيع مش بالشراء، فاهم؟ لكن لما أقول له تشتري بعد السنة ممكن ربحه يتم بالبيع معاه. مش عايز أزود العقد مثلا ما هو عقد جائز، انت لما تعمل العقد ما تقيدوش، وقت ما تحب تفسخه تقول له على تتصل بالتليفون تقول له انا عايز فلوسي. ما هو العقد جائز جائز. فهمت ازاي؟ بيقول افرض ان انا عايز اقيده بمده علشان اخد فلوسي وامشي. يبقى لا ما تقيدوش بمده لانه هيبقى عقد باطل. لكن هو اصلا عقد جائز، فانت في اي وقت احتجت مالك فانت بتتصل بيه تقول له فيقول لك اديني مهله لما انضلك البضاعه. انضلك البضاعه يعني ايه؟ يعني ابيعها لك واديها لك فلوس اموال، فاهم؟ مش اديها لك بضاعه، تدي له انت شرطة اوراق ماليه يجيب لك مخزن بضاعه مكانها، ينفع؟ فاهم؟ قال
قول وألا يعلق وألا يعلق بشرط كقوله إذا جاء رأس الشهر قارتك، لم يذكره المصنف لأنه معلوم من عدم التأقيت بالأولى لاغتفار التأقيت بل اشتراكه في نحو المساقات. في المساقات التأقيت مشترك، فعقد المساقات نحن بعدين، وعقد المخابرة في الأراضي، واخد بالك التأقيت مشترك، تقول لمدة سنة سنتين لازم تحب، لكن هنا التأقيت لا، بخلاف التعليق. وقول كقوله إذا جاء رأس الشهر قارتك، ومثل إذا قال قارتك، وإذا جاء رأس الشهر تصرف، فتعليق التصرف مثل تعليق العقد بخلاف نظيره في الوكالة. الوكالة ممكن يقول له وكلتك في بيع العمارة الفلانية بس تبدأ في الإجراءات بعد شهر، يمشي عقد الوكالة ده يمشي، واضح؟ لكن في عقد القرار ما ينفعش. قول والقرار أمانة، أي والمال المقارن عليه أمانة في يد العين، فيقبل قول في الرد على المال لأنه ائتمنه، طالما يد يد أمانة يبقى يقبل قول في الرد على المال. يعني إيه؟ يعني لو المالك قال ما رديش مالي والعامل قال لا أنا رديت له، يقوم القاضي يقبل قول العامل على المالك ويحلف وخلاص، واضح؟ لأنه أصلا أصل يده يد أمانة لأنه ائتمنه فيه، وفي تلف المال على تفصيل الوديعة. طب تلف المال يبقى على تفصيل الوديعة، يعني لو قصر واعتدى يبقى يضمن، لم يقصر ولم يعتدي لا يضمن، واضح؟ وفي حصول الربح وعدمه وفي مقداره، لأنه مش ضامن أنه لازم يربح في العام، فيصدق العامل أمام القاضي لأنه يقول أنا والله خسرت أنا ربحت زي ما يقول، فهمت إزاي؟ لأنه أصلا يده يده أمانة. وفي مقداره برضه، يعني قال الربح 50% أو 20% والتاني أقول له لا ده أنت غشاش ده أنت ربحت أكتر واختلفنا، يقوم القاضي يصدق كلام العامل لأنه يده يده أمانة، فهمت إزاي؟ لو اعتدى العامل بعد فترة من طب نخلص الحتة دي يمكن تلاقي الإجابة، بس لو عايز دي لك صور كتير. وفي مقداره وفي شرائه لنفسه ولو رابحا أو بالقرار ولو خاسرا، يعني يقول لك إيه؟ يقول لك أنا اشتريت لنفسي الحاجات دي مش من مال القرار، ده انا كنت بتاجر في مال الراجل ده وفي وانا عندي راس مال صغير كده كنت بشتغل بيه في وسط، فانا اشتريت الحاجات دي من مال انا، فهمت ازاي؟ اشتريتها بنفسي. كل ده يخلي القاضي يصدقه هو الاول، كل ده بناء على ان يده يد امان، فهمت؟ او لاضطراري ولو خاسرا، او يجي في حاجه خسرانه يقول لك انا اشتريتها من مال اضطرار، ويجي لحاله كسبانه يقول لك انا اشتريتها من مالي. تاني المالك طبعا في فرق، هو كل حاجه بتربح شاريها المال، كل حاجه بتخسر يقوم يروح للقاضي يقوم القاضي يقول له انت مش انت ائتمنته من الاول ويد يد امانه حسب ده، واضح؟ يعني ما تحطش مالك بعد حد يشتغل في القرار الا امين، ما هو يد الامانه يبقى المفروض يبقى امين، ما تحطهاش بقى الواحد بياكل ايه؟ بياكلها ورعه ويحلف بجميع أمانة المسلمين وهو يبقى ده ما ينفعش يشتغل في القرار ده معاه، والا هيلهفك ياخد كل أمانة، فهمت؟ ولو تلف المال وادعى المالك انه قرض، في القرض بيضمن، في القرض يضمن، لانه يعني استلف منك 100,000 جنيه خدهم عشان يتاجر فيهم وهيرضوا لك بعد سنه، يقول لك اصل انا جبت ال 100,000 جنيه بضاعه وحطيتها في المخزن الحالي. اقول له انا ماليش دعوه يا استاذ تجيب لي ال 100,000 جنيه. لانه يده يد ضمان. في القرض يده يد ضمان. واضح؟
ولو طلب بقى المال في ايد العامل وراح المالك رفع دعوة قال لا انا كنت بدوله على فكرة قرض مش قراض علشان يضمنه، فهمت ازاي؟ عايز يضمنه، وادعى المالك انه قرض فيضمنه العامل، وادعى العامل العامل راح للقاضي قال له لا مين قال انه كان قرض يا فضيلة القاضي؟ ده كان قراض، الراجل ده بينسب، فاختلف قرض ضامن قرار امين، فهمت ازاي؟ القاضي يعمل ايه؟ وادعى العامل انه قرار فلا يضمنه، فالمصدق المالك بيمينه على المعتمد، يبقى معنى في مقابل للمعتمد انه يصدق ضرب العامل في المساله، فهمت ازاي؟ يعني المعتمد في المساله يعني ليه في مقابل للمعتمد اول وثاني قالك لا، فهمت؟ يصدق العامل مش المالك بيمين، واضح؟ لكن المعتمد يعني اللي عليه الفتوى، يعني لو انت قاضي تحكم بالمعتمد، فهمتني ازاي؟ ما هو بيقولوا لك انه يصدق المالك بيمين في المساله دي، هيصدق المالك بيمين، العامل قال له ده قرار والمالك بيقول له قرض فيضمن، واختلف هنصدق مين؟ قال لك المالك بيمينه لازم يحكم، واضح؟ كويس؟ على المعتمد، يبقى في مقابل المعتمد انه يصدق العامل بيمين، بس مش الفتوى عليه. لأنه أعرف بكيفية العقد، لأن تملي صاحب المال هو اللي أدق بكيفية العقد. لأنه هو اللي قلبه على ماله. فهو موقفه أقوى من هذه الجهة. فهمت؟ عشان كده خلوها هي المعتمد. إنما التاني بياخد مال غيره وقلبه بارد. فهمت ازاي؟ انما التاني بيدفع حته من جسمه بيدي ماله اللي تعبان فيه، فيبقى ده مدقق ونادرا ما تختلط عليه الامور. فهمت بقى ازاي؟ كل الحاجات دي تخلي القاضي يرجح جانب المال، بس برضه لازم يحلف. وقيل برضه ان المالك في الصوره دي بيختار ما لا حظ له فيه، يعني بيضحي بالربح. تمام، هو عايز ماله خلاص. الناس كانت ايام البنين يقول لك ايه؟ يا عم بس يمشي بس يدينا راس مالنا، مش عايزين ارباح. تمام، لما بيحصل خلاف يقول ايه؟ يقول لك بس يديني اللي بتقوله ولو بعد 10 سنين. ده اللي بيحصل، فهمت بقى ازاي؟ فالمصدق المالك بيميني على المعتمد لانه اعرف بكيفيه العقد، وقيل يصدق العامل لان الاصل، وقيل هو جايب لك الوجه المقابل للمعتمد، وقيل يصدق العامل لان الاصل عدم شغل ذمته. ولو أقام كل منهما بينة قدمت بينة المالك على المعتمد، ولو كان المال باقيا وحصل منه ربح، فادعى المالك أنه قراض فله حصته من الربح، وادعى العامل أنه قرض، ما هو لو ادعى العامل أنه قرض يبقى الربح كله ليه للعامل، لأنه ممنوع التاني ياخد قرض غير نفع، فهمت؟ فكل واحد بيدور على مصلحته. وحصل منه ربح فادعى المالك انه قرار عشان ياخد حصته فلو حصته من الربح، وادعى العامل انه قرض عشان يبقى الربح كله ليه ويديله يا دوب راس المال بس، فالربح كله له، صدق العامل بيمينه كما افتى به الرمل في الحكايه. يبقى لو كان المال باقي وحصل ربح واختلف، وواحد قال لك قرض والثاني قال قرار، نصدق مين؟ الامام الرملي رجح، ده الشافعي الصغير، ترجيحات الرملي فوق ترجيحات ابن حجر الايتام في المذهب، لانه كانوا الاثنين يعني يقول لك لو اختلف ترجيحات ابن حجر الهيثمي او الرملي يقدم ترجيحات الرملي على في الفتوى. عند المصريين في الغالب، وعند اليمنيين ابن حجر الهيثمي. أهل اليمن. إحنا في مصر يا أستاذ. والرملي من مصر يا أستاذ. وتحكي مصر. فالمهم يعني إيه، المصريين كانوا يقولوا على الإمام الرملي الشافعي الصغير. فكانوا يعتبروا ترجيحاته تقدم على ترجيحات مفتي مكة الشافعي اللي هو ابن حجر الأيتام. لكن الثاني ابن حجر الأيتام عشان في الأراضي الحجازية
طبعا موقفه قوي جنب الكعبة وجنب الحرمين، بل أهل اليمن قدموا تربيحات ابن حجر الهيتمي للمسيح. يعني ما تقرا كتب أهل اليمن وهم شافعية قدموا تربيحات ابن حجر الهيتمي، لما تقرا كتب الشافعية المصريين يقدموا تربيحات ايه الرمل. لكن احنا بنحب كلهم، يعني مش معنى كده اننا بنكره ابن حجر الهيتمي كلهم رضي الله عنهم ورحمهم الله، لا كده مش معنى كده اننا يعني زعلانين منه. يعني قول وحينئذ، اي وحينئذ كان القراد امانا، وقول لا ضمان على العامل الا بعدوان الظلم، ولو عبر بالتفريط لكان اولى. يعني يقول لك احسن نقول التفريط، لان العدوان لازم يكون معتدي، لكن التفريط ممكن يبقى الاهمال يدخل فيه. التفريط يدخل الاعتداء ويدخل الاهمال، التفريط عام. انت بقى دقة العلماء يعني. بيقول ولو عبر بالتفريط لكان اولى، لانه يشمل ما لو استعمله ناسيا فان ذلك تفريط لا تعدي، فمتى خالف في شيء مما وجب عليه ضمن، كان سافر في بر او بحر بغير اذن. كان زمان السفر والطرق كانت يعني مليانه قطاع طرق. يعني مثلا لما تقرا في تاريخ الجبرتي، اللي كان عايز يسافر ياخد ابنه مثلا من الدلتا، من المنوفيه مثلا ولا من الشرقيه ولا الغربيه المحافظات دي، ويوديه الازهر يتعلم، ما قداموش طريق الا يسافر في النيل، علشان النيل في جمرك وفي حراسه ملكيه. لكن لو مشي في البر، وهي 20 30 كيلو 40 كيلو، لو مشي في البر يطلعوا عليه الركبان ويسرقوه يجيبوه، مش امان. واخد بالك ازاي؟ لما تعرف تاريخ مصر يعني، واخد بالك ازاي؟ دلوقتي الحمد لله انت بتقوم بالعربيه بتاعتك تمشي مئات الكيلومترات في داخل الجمهوريه، والحمد لله في قبل الفجر وبعد الفجر وبتاع وماشي كده، مش كده برضه؟ دي نعمه برضه. يعني لما تقرا انت اجدادك كانوا عايشين ازاي، كانت حياه صعبه جدا. فيعمل له 100 حساب، وكان حتى بيركب النيل لازم يدور وينتظر بضاعه ملكيه. يعني تبع ايه؟ تبع الامراء الحكام، عشان يمشي في حمام، مش يركب مركب كده مش محمي. ده ممكن برضه يطلع عليه قراصنه في البحر. فهمت ازاي؟ كل ده موجود، وبعدين ما ليش حكومه يشتكي لها كمان. فهمت؟ فيعني الحمد لله يعني وجود حكومه دي في حد ذاتها ولو ظلمه احسن من عدمها خالص. مش معنى كده اننا بنؤيد الظلم، لا. يعني من باب ارتكاب اخف الضررين. واخد بالك ازاي؟ من باب ارتكاب اخف الضررين. يعني تيجي انت لسه تونس، اقول لما الحاكم مشي بقت مش حكومه، حتى الناس اللي هم قايمين بالحركه كل اثباتهم عايزين حكومه بسرعه علشان المجرمين ما يخرجوش البلد. فهمت ازاي؟ عايزين حكومه بسرعه، ولو حكومه مؤقته بس تضبط الاوضاع لحين ما نعمل انتخابات. لان تصور انت ما فيش حكومه، ما تقدرش تركن عربيتك بره في الشارع وتيجي تقعد بالقعده دي. واحد ياخدها ويمشي، طب ما خدها ومشي هتروح تشتكي مين؟ ما هو ما فيش شرطه. فهمت ازاي؟ هتبلغ مين؟ طب شرطه بيفتحها وهي عربيتك، تقول له دي عربيتي. هو الثاني بقى جرم كده واقوى منك. يقول لك لا مش عربيتك دي بتاعتي. ما تقدرش تقول يا شويش، ولا تقدر خلاص، ولا تعمل حاجه. هو عدم وجود حاكم دي عمليه مشكله كبيره، الناس ما تستطيعش تعيش فإرهابا فحولت الى غضب. فهمت بقى ازاي؟ فربنا يحمي حكومتنا ويهديها لما فيه الصواب، وكذلك حكومات بلاد المسلمين جميعا. كان سيدنا عمر بن عباس يقول لو كانت لي دعوه مستجابه لخصصتها للحاكم، لانه بصلاحه صلاح الامه، ما خصصتهاش لنفسي. شوف سيدنا عمر بن عباس بعد النظر اللي ربنا علمه لهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لو ربنا قال لي انت ليك دعوه مستجابه، هقول يا رب اهدي حكام المسلمين، مش هقول دخلني الجنه. شوف قد ايه، يقول لك لان بصلاحهم صلاح الامه، فربنا يهديهم جميعا. فهنا بيقول ايه؟ كان سافر
العربي بابًا أو بعض. شفت بقى؟ يبقى كلام الشيخ البيبوري بيدلك على الطبيعة اللي كانوا عايشينها زمان. خد بالك إنه كان عندهم سفر البر وسفر البحر دي أزمة كبيرة، ممكن يضيع المال. يبقى لازم يستأذن المالك في السفر. يعني التصرف الوحيد ليه؟ لأنه في نوع من المخاطرة. فهمت بقى مثلا؟ طب دلوقتي في الفقه الشافعية دي ما تحطهاش لانتشار الأمن في الطرق، خلاص؟ إيه يعني اشترى بضاعة من اسكندرية ولا حبيحة في أسوان؟ عادي. طرق شغالة والمرور نقط المرور في كل حتة والحمص في كل حتة وأمان. فهمتني بقى إزاي؟ لكن كان زمان لا. واضح؟ يبقى بتختلف ايه الشروط، تختلف الحاجات دي والتفاصيل باختلاف الحاله. اذا انتشر الامن تتوسع الشروط شويه، اذا ما كانش فيه انتشار امن يبقى تضيق الشروط شويه وهكذا. برضه لازم بالاذن بقى اذا كان في حرب، انما لو في امان خلاص ما يجراش حاجه. انا اديته الماده يشتغل، تشتغل بضاعه من مصر وباعها في ليبيا والعلاقات كويسه بيننا وبين ليبيا، خلاص حلو. اه لا راح المانيا في الحرب العالميه الثانيه والدنيا مقلوبه والمطارات واقفه، ايه اللي وداك انت؟ فهمت ازاي؟ ما ينفعش، لازم باذن بقى، لان الدنيا مش امان. فهمت؟ لما يبقى الدنيا امان غير لما يبقى الدنيا فيها حرب وكده. فهمت بقى؟ كان سافر في بر او بحر بغير اذن لما فيه من الخطر، ولا يسافر في البحر الا بنص عليه. والبحر كمان عندهم كان ايامها اخطر بيهين، بالذات يقصد ايه البحر المتوسط ده، تلاقي ناس كتير غرقت في البحر. لما تقرا في تواريخ الصالحين اللي جايين من المغرب في الحج يقول لك ايه، وعصفت بهم شعب المركب وغرق وضع ماله ونجي ابنه، وبعدين ايه نشا في الاسكندريه. طب وبين ولا اهلك فين؟ ماتوا، اصل ماتوا في الرحله في البحر. سيدي المرسى ابو العباس، لما تقرا سيدي المرسى ابو العباس، هو كان جاي في رحله حج وبعدين هاج البحر وغرق اهله كلهم وهو اللي نجي ودخل اسكندريه. خدت بالك ازاي؟ او دخل تونس الاول وتعرف على سيدي ابو الحسن هناك في تونس، وبعدين بعد كده استقر بالمقام في الاسكندريه. يعني كان زمان حكايه الغرقان في البحر ده عادي يعني كتير. فهمت؟ يعني احنا برضه احنا في زماننا بالرغم ان احنا بنقول زمن الفوضى وزمن الفتن وزمن بتاع، بالنسبه لما تقارن ظروف المعيشه ايام اجداد اجدادنا ايام المماليك وايام، عارف ايام المماليك دي ممكن تخرج تجيب حاجه يقابلك واحد مملوك يذبحك، وبعدين اهلك ما يعرفوش عنك حاجه ولا يعرفوا يبلغوا مين، ولا ليك رقم ولا ليك بطاقه ولا متسجل في الحكومه ولا في ديوان ولا اي حاجه في اي حاجه. يقول لك الواد ضاع، خرج وضاع من 40 سنه وبعدين. الحاجات دي كلها ما تعرفهاش. احنا الحمد لله في العصر الحياه بتاعتنا برضه فيها نعم، يعني احنا لازم برضه وما بنعمه ربك في حد، فدي نعمه كبيره برضه، نعمه الامن والاستقرار والامان وانضباط الحكومات نسبيا يعني. ولكن في وسط الحكايه دي بيطلع بقى الطمع البشري، بعض الحكام بيستغلوا النفوس ويظلموا الناس دي بسنه ثانيه، ربنا يهديهم ويبصرهم ويخلصنا من ظلمهم، مش يخلصنا منهم. لان الحاكم ده ضروره على فكره، وجود الحاكم والحكومه ده ضروره اجتماعيه مدنيه لابد. فهمت ازاي؟ مش خلصنا منهم، لا خلصنا من ظلمهم، عشان تبقى ايه دقيق في المساله. واضح؟ اتفضل. لان لو استجاب حرفيا اول من ينذر انت اللي بعيد. واخد بالك؟ هتيجي تطلع من بره الجامع تلاقي ناس سكنوا في بيتك وطلبوك وغير شقتك وخدوا عربيتك، وتروح للبنك تصرف فلوسك اللي انت حاططها فيها يقول لك مفيش بنك، خلاص ده كان هنا بنك امبارح وشويه لصوص دخل وخدوا الخزاين اللي فيه وخدوا حتى اسماء العملاء ما نعرفكش. طيب وبعدين انا كان عندي قطعه ارض كده شايلها كده مسقعها تمام بتاع 3 4 مليون جنيه، تروح تاخدها تلاقي شويه عرب قاعدين فيها يشربوا شيشه وجوزه، ارض ايه؟ ويضربوك بالحجاره. تعرفش تشتري، تلاقي نفسك ماشي في الشارع مش لاقي حته تلمها. كل ده ليه؟ عشان مفيش حاجه. شفت قد ايه حياه الناس تبقى كارب، ربنا ينجينا. حصل في العراق طبعا، وشوف الحاجات دي
ربنا ينجي يعني. ولا يسافر في البحر الا بنص عليه. اي فضل يعني دلوقتي الملك يا صاحب، احنا عايزين نخلص القراءة على فكره. يلا انتوا فاضلكم خمس دقايق وعندي نص صفحه. يشترط ان هو يشترط على العامل ان هو لا يسافر ايام ما كانت الطرق طبعا صعبه. احنا قلنا الوقت تغيرت بقى في امن وامان واستقرار والحمد لله. فهمت ازاي؟ يعني انت دلوقتي لما تقول لي انا هسافر اسكندريه بعد الدرس واجي اصلي معاك الفجر بكره، هقول لك لا يا ابني يا حبيبي لا لا انا هخاف عليك. عادي، ايه يعني؟ ما يجراش حاجه، بس بقى ايه؟ سريع شويه، صح؟ تروح في الامان كده، تقدر طيب جاي تلحق الفجر يعني، صح ولا لا؟ الدنيا امان، مش زي زمان. ده زمان اللي طالع الحج مفقود. واخد بالك ازاي؟ اللي طالع الحج ده مفقود، لانه كان في قوافل مخصوصه ليها عربان وبتاع طرق مستنيه قوافل الحج، لان الحجاج بيبقوا ايه؟ اغنياء القوم. اللي طالع الحج ده اغنياء القوم بقى، شايل بقى سرع الدنانير معاه، واخد بالك؟ ومسافر بقى الله اعلم هيجي بعد امتى، بعد ست اشهر هيرجع لقلبه. فيقوم ايه؟ في ناس متخصصه مخصوص يقطعوا الطريق على ايه؟ على الحجاج. عشان كده كان بيرجع من الحج يقول له يعني هو راجع، هو انت بتعيط ليه يعني؟ حج يا اخي. مش كان الناس العوام المصريين يقولوا كده؟ ليه؟ لان لسه مستقر في روايتهم ان الرايح من الحج ده مفقود. وعشان كده يمكن انت لو دورت في تاريخ عيلتك تلاقي كتير من اجدادك كانوا اغنياء وما حجوش. في تاريخ عيلتك. لكن الوقت نادرا ما تجد واحد قادر وما حجش. ليه؟ لان بقى امان. السفر الحج امان خلاص. حتى لو ب 100,000، الناس تدفع 100,000 وتروح تحج، ترجع في الامان. فهمت ازاي؟ ايه يعني 100,000 بالنسبه لواحد غني؟ ما تفرقش معاه، بس يروح يحج ويجي امين مطمئن على نفسه. فهمت؟ كان زمان بيدفع اكتر من كده وغالبا ايه؟ ممكن يموت. طب فهمت؟ فهي اختلفت الاحوال. قالوا واذا حصل في مال القراد ربح، اي بسبب تصرف العامل بخلاف نحو ثمر، قمر، وولد، وصوف، وكسب، ونهر، وغير ذلك من الزواج العينيه. افرض مال القرار ده زاد بذاته مش بالتجاره، فالزياده اللي بذاتها دي مش من الربح، دي من مال. فهمت؟ يعني انا اديته يتاجر في مال، في المال بتاعي ده يشتري رقيق، او يشتري بهائم، او يشتري ايه؟ شجر مثمر. فهمتني ازاي؟ فالراجل اشترى الشجر فاثمر الشجر قبل ما يبيع، الثمر اللي عليه ده تبع اعمال القراض. فهمت ازاي؟ طيب اشترى بهائم، والبهائم دي ولدوا وحلقوا وخدوا منهم صوف وخدوا منهم لبن، ما باعهم كل ده من مال القراض، لان ده اتولد من مال القراض مش من عمل العام. فهمت يا استاذ؟ بيتاجر في رقيق، ايامه كان عندهم سوق رقيق، فاشترى شويه رقيق ومن ضمن الرقيق ستات حوامل فولدوا زادوا تبع مال العامل، لان الزياده نشات منهم. فهمت؟ المالك هو ايه؟ المال الاصلي تبع المال الاصلي. طيب افرض مثلا جوز بنت من الرقيق، زوجها وخد مهرها، لان هي اصلا اما، والاما ليست لها ذمه ماليه، واللي يزوجها المسؤول عنها، فراح مجوزها. لما اشتراها هي بتحب ولا عبد تاني، قال لهم خلاص يا سيدي تتجوزها يا ابني، تدفع لها مهر كام؟ يقول لها ادفع لها مهر مثلا 100 جنيه، ما هي اما وده عبد يعني، حلو قوي 100 جنيه كويس، يلا خد ال 100 جنيه مهر. اه ده تبع مال المالك. فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي تبع مال المالك اللي لسه ما باعش. فهمت بقى القصه؟ اسمها الزواج. واذا حصل في مال القراض ربح اي بسبب تصرف العامل، هو ده يبقى ايه؟ بسبب تصرف العامل، بخلاف اللي خارج من هذا المساله نحو ثمره وولد وصوف
وكسب وما كسب. انا اشتريت عيال رقيق من ضمن العيال الرقيق دي عيال صنايعيه محترمين، منهم حداد مسلح ومنهم دكتور ومنهم مهندس ومنهم راجل عندي يفهم المقاولات. كان زمان كده في عيال عبيد بس متعلمين، واخد بالك؟ فرحت انا مشغل الدكتور فتحت له عياده، او لقيته انا اصلا شاريه عنده هو عيادته، فالواد بيكسب كل يوم يفتح عيادته كل يومين كعب 1000 جنيه. ده تبع مال القراض. فهمت ازاي؟ ده كسب. والواد الحداد المسلح كل يوم يخرج يرجع له ايه؟ بيوميه ب 100 جنيه. ده تبع مال القراض. فهمت ازاي؟ كل ده اسمه كسب. لكن ده مش بتصرف العامل. فهمت ازاي؟ فما يخشش في الربح. فهمت بقى؟ دي تبع الزواج. وكسب ومهر وغير ذلك من الزوائد العينيه فهي للمالك. نعم المهر الواجب بوقت العامل عليه. افرض الواد العامل ده على المال لما اشترى بنت رقيق عجبته فتزوجها ووطئها، اما وطئ شبهه او تزوجها وما دفعش مهر. يبقى المهر عليه ليا. يجيبوا لي بقى ده خارج الربح. فهمت بقى ازاي؟ فهمت القصه؟ نعم المهر الواجب وطئ العامل عليه، يعني على العامل، كان وطئ امة القراض بشبهه من الربح. افرض هو وطئها على ان هو ليه يعني نصيب في الربح، ودي من ضمن الربح، من ضمن البضاعة. فهمت ازاي؟ عنده الشبهة. الشبهة دي تمنعه من إقامة الحد عليه بالزنا. لأن إدارة الحدود بالشبهات، لكن ما تمنعوش من ضمان المهر، مهر النسب للمالك. واضح؟ هو وطئها على اعتبار إن هو ليه نصيب في البنت الجارية دي، يعني لو قسم الربح ممكن الجارية دي تطلع من نصيبه من الربح. وطالما بقت ملك يمين له ان يطاعها. فهو اعتبرها دي من نصيب. وراح وطئها حتى من غير لا عقد ولا على انها اي جزء من نصيبه. فهمت؟ ما هو اصلا شاري 1000 جارية. هيبيعها في سوق الرقيق. فاكيد هيكسب قد 20 جارية، ثمن 20 جارية، فاعتبرها دي من ضمن الربح ونصيبه من الربح. فهمت بقى المسألة؟ فأكثر هو الواد بالطريقة دي. فراح وطئها على إنها ملك يمين ولأنها من الربح. في الحالة دي طالما ما تمش تقسيم لسه. يبقى ما تملكهاش. وبالتالي يبقى يجب في حقي مهر النسب. ويبقى للعام للمالك. طب وهل نعتبر إن ده زنا؟ قال لك لا، لوجود الشبهة. شبهة الملك. فهمت ازاي؟ وإدراك حدود الشبهات. فهمت ازاي؟ معنى كده اننا دورنا عنه لحد ممكن يعني ايه؟ ما نعاقبوش خالص؟ لا، ممكن نعاقب الحاكم مثلا ايه؟ يضربه 3 جلدات 5 جلدات، ما تعملش كده تاني، يديله قلمين، يحبسه في الحبس مثلا مده 5 ايام. عقوبه يعني، اي عقوبه اخرى، فهمت؟ يعني ان سقط الحد مش معناه سقطت العقوبه. ممكن يبقى في عقوبه ثانيه لكنها تبقى تعزيريه. كان وفي أمة القراض بشبهة من الربح لأنه حصل بفعله فأشبه ربح التجارة، ولا يملك العامل حصته من الربح بظهور الربح. يعني لازم يحسبه، مش يقول ده الحكاية رايقة، شكلنا كده كسبنا. إيه شكلنا؟ ما ينفعش تقدر نصيبك من الربح إلا لما تعمل الحسابات بدقة. فهمت إزاي؟ يعني ما ينفعش بالظاهر كده، لا ما ينفعش. وإن كان في مقابل لا يكفي الظهور. يعني في مقابل، ده الأظهر على فكرة. في الظاهر بقى اللي هو المقابل يكفي ظهور الربح عشان إيه؟ يعني ياخد جزء من النصيب قبل التقسيم. ولا يملك العامل حصته من الربح بظهور، لأنه لو ملكها بالظهور يعني ظهور الربح لكان شريكا في المال وليس كذلك. بقت شرك وإحنا في قرار. أنت تملكها بالظهور إمتى؟ لما تبقى شرك. يعني انت حاطط مالك والتاني ماله حاطه وانتوا الاثنين بتشتغلوا فيه مع بعض. بقى شرك. وممكن انت تاخد جزء بظهور الربح لما تحبوا تعملوا الحسابات في اخر السنه، تبقى ايه؟ تخسر دي ما انت تمشي. لان يعني انت ليك نصيب في المال،
لكن في القرار لا، ده الماء العامل ده لا يملك المال اصلا. فهمت؟ لانه لو ملكها بالظهور لكان شريكا في المال، وليس كذلك، ويملكها بالقسمه، لكن انما يملكها بالقسمه لكن بغير استقرار ملك. طب يستقر الملك امتى؟ لما يمد المال ويفك العقد، لما يحول البضاعة اللي اشتراها دي كلها إلى مال ويرجعها تاني ويتحل العقد وعرفنا الربح والخسارة، يبقى استقرت الملكية. يبقى هو يملكها لكن بغير استقرار حتى ينتهي ويمد الإيه البضاعة إلى مال. فهمت المسألة؟ ويملكها بالقسمة لكن إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نبض رأس المال. يستقر عند إيه؟ نضوض رأس المال، يعني تحول رأس المال من بضاعة إلى مال زي ما كان، زي ما استلم. وفسخ العقد، وإلا فلا يستقر حتى لو حصل بعد القسمة، فقط نقص. حتى لو حصل بعد القسمة فقط نقص جبر بالربح المقصود كما في شرح الخطيب. يعني لو بعد القسمة حصل نقص يعني خسران يجبر من القسمة مؤقتا، لكن ما تستقرش الملكية. فهمت ازاي؟ لكن يجبر النقص. يعني احنا قسمنا الربح وحسبناه وما فسخناش العقد، لسه العقد مستمر لان كل واحد عايز ياخد جزء من الربح. فهمتني ازاي؟ وحصل نقصان خسائر بتخسر من الربح المقصود لنصيب كل واحد. فهمت ازاي؟ بالرغم ان انا ما استقرتش ملكيته بس تخسر. فهمت ازاي؟ كما في شرح الخطيب. ويستقر ملكه ايضا بنضوض المال والفسخ بلا قسم. قال هو خسران اي نقص بسبب رخص او كساد او عيب حادث او تلف ولو بآفه سماويه بعد تصرف العامل فيه، كان اشترى به شيئا فرخص سعره او تلف بعضه ثم حصل ربح جبر به النقص، بخلاف ما لو كان قبل تصرف العامل فلا يجبر به بل يحسب من راس المال لان العقد لم يتاكد بالعامل. لكن حصل خساره في راس المال قبل ما العامل يشتغل. فهمتني ازاي؟ قبل ما يشتغل يبقى الخسران ده من راس المال لانه لسه ما اشتغلش، لكن الخساره حصلت بعد ما ابتدى يشتغل، يبقى تدخل في ايه؟ تخصم من الربح. فهمت؟ قول جبر الخسران بالربح سواء حصل قبله او بعده، فقول المحشي بعده ليس بقيد، وانما جبر به لاقتضاء العرف ذلك، لان الربح وقايه لراس المال. نعم لا يجبر خسران ما اخذه المالك بعد الخسران، مثاله لا يجبر خسران ما اخذه المالك بعد الخسران. يعني المالك خد جزء من المال بعد ما تمت الخساره، فحصل الخساره بعد ما خدها، مش هتخصم خسران من الجزء اللي خده. فهمتني ازاي؟ مثاله المال 100 والخسران 20 وما اخذه المالك بعده 20، يبقى الباقي 60 يعني. فهمت؟ فالخسران موزع على 80 الباقيه بعد الخسران. فكل 20 يدفعه 5، فالعشرون التي أخذها المالك يدفعه 5 فلا يلزم العامل جبرها، والستون التي بقيت بيد العامل اللي بعد 20 الخسران و20 اللي خده يدفعه 15 فيلزمه جبرها حتى يصير رأس المال 75. فلو ربح 5 أيضا وبلغ المال 80 فالخمسة الزائدة على الخمسة والسبعين تقسم بينهما بحسب المشروط. فلو شرط له نصف الربح فلكل منهما 2.5، ولا يأخذ المالك بجبر الخمسة البقية من الخسران لتبعيتها للعشرين. الجزء ده لما تقعد كده وانت راجل محاسب قانوني تفهمه احمد. فهمت ازاي؟ فانا مش هشرحه. ليه بقى؟ لان علشان نشرحه طول واحنا الوقت بتاعه. لكن انت عايز تفهمه اقعد في البيت كده الاول وانت محاسب قانوني هتفهم على طول. الخلاصة القاعدة تبقى فاهمها الاول. هو ده بيحاول يطبقها لك ارقام. فهمت؟ لو المالك خد جزء من المال، واخد بالك ازاي؟
وحصلت خسارة في المال ده بعد ما أخذ، يبقى مش هتوزع الخسارة على الجزء الآخر. فهمتني إزاي؟ ولو خد جزء من المال ده وحصل ربح في المال الباقي، يبقى مش هيوزع مكسب على الجزء اللي خده. فهمت بقى ازاي؟ طالما فهمت كده، ولو حصل ربح يخصم ده منه. لو فهمت كده الثانيه بقى قواعد تدريبيه عقليه رياضيه. فهمتني ازاي؟ اي محاسب قانوني يشرحها. واعلم ان عقد القرار جاهز من الطرفين. واعلم ان عقد القرار جاهز من الطرفين، اي طرفي المالك والعامل. وقوله فلكل من المالك والعامل فسخ، تفريع على ما قبله، فيكسبه كل منهما متى شاء، وينفسخ بما تنفسخ به الوكاله ايضا، كموت احدهم وبنونه لما مر انه توكيل وتوكل. وبعد الفسخ او الانفساخ يلزم العامل استيفاء الدين وتنبيض راس المال. تنبيض راس المال يعني يصيره نفس العمله اللي خدها، كان يصيره نار برد رائم وجنانير، فيرد قدر راس المال لمثله ولو ابطله السلطان كأنفع. ولو ابطله السلطان يعني ايه؟ يعني العمله اللي خدها دي منه عشان يشتغل عليها صدر فرمان دستوري انها اتلغت، يبقى يرد له بالعمله برضه اللي اتلغت، هو ماليش دعوه. فهمت ازاي؟ ولو أبطله السلطان كأن تعاقد على نقد وتصرف فيه العامل ثم أبطله السلطان، فليس على العامل بعد الفسخ أو الانفساخ إلا مثل النقد المعقود عليه. أدي ميزة إنه يبقى ذهب وفضة، لأنه ساعتها لما تتلغي عملة يفضل قرضه فيه. أدي ميزة، عشان كده اشترطوا إن يبقى إيه القراض ده السبب الأساسي على نقد من فضة أو إيه ذهب، عشان لو اتلغت عملة ونشأ دينار برسمه جديده. يبقى يرد لك الدينار القديم اللي هو ملغي، بس انت هتستفيد بيه كذهب. يعني مش هتخسر كل راس مال، هذه الميزه. ولو ابطله السلطان كان تعاقد على نقد وتصرف فيه العامل ثم ابطله السلطان، فليس على العامل بعد الفسخ او الانفساخ الا مثل النقد المعقود عليه على الصحيح في الزوائد، ويلزمه ذلك وان لم يكن ربح، لانه في عهدته رد راس المال كما اخذه. على الصحيح بالزواج، ويلزمه ذلك وان لم يكن ربح، لانه في عهدته رد راس المال كما اخذه، ومحل لزوم ذلك ان طلب منه المالك الاستيفاء او التنظيم. والا فلا يلزمه الا ان يكون لمحجور عليه وحقه فيه. يعني ما يلزموش ايه لو ما طلبوش المالك الا لو كان محجور عليه. بس يبقى في الحاله دي يلزمه. ونقف على فصل في احكام المساقات ان شاء الله يوم الاثنين القادم باذن الله. الزوائد على المال. احنا قايلين ان الزوائد اللي احنا ادينا الامثله. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. وبعدين اصل ده عقد القراض ده على مذهب الشافعيه، لو قريتنا على المذاهب الثانيه هتلاقي تفاصيل اخرى وشروط ثانيه. عشان كده على ما تبقى ممكن كبير ده مشوار طويل، لازم تقرا بقى المذاهب كلها وبعدين تتاخر الواقع. يعني انت لما تدرس مذهب الشافعيه وتحفظه حفظ صان ما ينفعش تفتي حد. ليه؟ لان هتفتي على مذهب، والثاني المجتمع مش ملزم انه يمشي على مذهبه. فهمت ازاي؟ فالمسلمين اوسع من مذهبك. لكن هي الميزه انها بتربي فيك العقليه الفقهيه وفي نفس الوقت التواضع. زي بالظبط اللي يحفظ القران بقراءه واحده حفظ وبقى متقن يتكبر. انما دخله في علم القراءات يتواضع يقول انا عارف حاجه. لانه لسه فين؟
لان اتضح لما دخل في علم القراءات عرف ان حفص اللي بيقراها دي احدى روايات حفص اللي هي اصلا 96 لها 96 روايه. يعني ده بيعرف الحفص واحد على 96 فضلا عن انه لسه ما يعرفش بقيه القراء ولا القراءات فهي نحو 1000 طريق تجمعه. يبقى هو اتضح من الفرق بنفسه ان هو بقى العلامه ما بيغلطش انه يعرف واحد على 1000 من القران اللي نزل على النبي. يوم ساعتها يمشي ايه مطورات. انما لو ما يعرفش علم القراءات واتقن قراءه واحده يتكبر على خلق الله. الارض تقدم عليه وتحدى بقى. يقول له يعني الكلمه دي اتكررت كم مره في سوره مش عارف ايه. الكلمه دي اتكررت ويقعد بقى عامل نفسه بتاع الفوازير كلها. لا النوع ده بقى لما تلاقيه متكبر كده تروح واخده الشيخ في القراءات تقول له اقعد عند الشيخ ده. يجي لك بعد شهر متواضع يقول لك الله اعلم. بعد ما كان يقول لك انا الاعلم رجع ايه؟ تواضع. فهمت بقى دي الميزه بقى انك انت كل ما يتسع علمك كل ما تتواضع. وكل ما يضيق علمك كل ما تتكبر. وعشان كده تلاقي تملي العلماء اهل خشيه. انما الجهلة اهل كذب. فهمت بقى ازاي؟ يبقى اللي يدعي العلم وعنده كبر اعرف انه مش عارف ده ادعاء. لان العالم الحقيقي من اهل الخشب. انما يخشى الله من عباده العلماء. خدت بالك ازاي؟ والله تعالى اعلى واعلم وفوق كل ذي علم عليم. ربنا يعلمنا جميعا. وجزاكم الله خيرا.